مع الطاهر الفازع. فير بلاي، رجعنا لكم من جديد في فير بلاي، متواصلين حتى للخمسة متاع العشرين. نستقبلوا ضيفنا وتليفوننا الثالث اليوم في حصتنا، اللاعب الليبي للاتحاد المنستيري، وخلينا نقول اللاعب السابق للاتحاد المنستيري الليبي مهدي الكوت، بعد ما فسخ عقده مع الاتحاد وتصريحات خلينا نقول ناريات وجهة المدرب متاعه وجهة الفريق، يحكي لنا عليها اكثر اللاعب مهدي الكوت. بجد معنا بالتليفون مهدي، اهلا بك. اهلا بك خويا سلام، انت ومستمعين الكل، شنو احوالك خويا؟ لاباس والله الحمد لله خويا سلام، طبعا انت الليبيا والتونسي كيف كيف نفهم بعضنا، معنا ما شنو احوالك ولاباس وعندكم تو في ليبيا الاخبار زي بعض؟ اي كيف كيف خويا، مرحبا بك انتو مهدي. باش ني الحكايه مهدي، قبل طلعنا تصريحاتك في موقع ليبيا والله يا سلام، بديت الحكايه معناتها من بدايه الموسم، زي ما قلت معناتها وقتها انتهى الموسم اللي فات، جينا في الموسم الجديد معناتها اي زي اي لاعب بيدي على فلوسه معناتها مستحقاته تاع السنه اللي فاتت. قامست مع رئيس النادي انا وابوي معناتها استعملنا ومعناتها فرح بيا بالبدايه، وبدينا ناخذ ونعطي في الموضوع الفريم ضمنوه تعمناه ولو حاجة يا أخي صار زي معناها زي الخصم زي المشكلة زي حاجة، فانت قلت لي تو نعطيك شوية تو وتو بعد العيد نعطيك، قلت له أنا حاسي بالكل تو فهمت، أنا صارت إشكالية أخوي إسلام في الموضوعات لا علي. أي مهدي خاطر أنا نسيش أتفاعل معك شوية، الوضعية هذه تقريبا في تونس الكل، مع اللاعبية التونسة والليبية الكل كلها والنقص اللي كنت جا كنت تسمع ما عرفش فينا ولا حتى في النادي الصفاقس نفس الوضعية نتاع النقص لك خذ هذا ما ياخذش هذا نفس الوضعية معناها. خوي اسلام نفس الوضعية لما تكون في نفس معناتها في نفس الموسم، لما نكون انا معناها ما استحق نقول السنة اللي فاتت ما قلت لهم تعطيني ولا قرش، اعطوني كان شهرية السنة اللي فاتت ولعبت انا السنة اللي فاتت، جيت معناتها بفلوس تاع عام ناوي نورمال مو تعطيهم لي كاملين فهمت، من انا ليبي معناتها مانيش تونسي بحدا عائلتي بحدا امي ابوي تروح تفرح بيا ما تغرب فهمت. بعد مشينا للانترنور روحنا عمل بينا زي اللمة فهمت، جيت بيحكي على الموضوع هذا صار جبدني يا احمد قال لي معناتها هذه اخر مره تصير ومش عارف كلام معناتها من كبير، قلت له مديت هيك يعني يدي قلت له راس يا احمد مانيش غلط انا حكيت على حق، قال لي قوم معناتها اخرج معناتها من ريني، وخرجت من وقتها يا خويا اسلام صارت معناتها المشكله بين الناس اللي اسعد معناتها زي معناتها قرر مشكون هذا اللي يرجع الرئيس وواحد فهمتني، وبعد حب يفسخ لي ديريكت معناها قال لي يخرج من الوتير وباش تاخذ ورقيك وباش تطلق، قال لي وقلت له ما نخرجش من الوتير كان معناتها كان ناخذ ورقيه في يدي فهمتني. بعد سي احمد قلت له باش نفسخ، قال لي لا ما فماش تفسيخ لان وقتها معناتها صارت لي كونتاكت مع فريق تونسي معناها كنت باش نصحح فيه. شكون الفريق؟ وقتها هلال الشابه كنت. وقتها كلموني قالوا لي تعالى يا اخي الموضوع معناتها، قال لي لا ما فماش تفسيخ باش تقعد واني حاجتي بيك معناتها تعمل ضغط زي ما نقوله جمعات في الاسبوار وبعدها ترجع عقاب ليك في جام في هذا هذه وقتها بدايه السيزون لا وين اوكي في الصيف اللي فات في سبتمبر 2019 معناتها كيف بدنا السيزون الجديد واضح يا اخي، جبت زي ما تقول لك انت جبت في سبتمبر كما قلت لك كما قال لي جمعتين في الاسبوار وترجع ما رجعت جمعتين في الاسلام فهمتني، قعدت كل يوم يقولوا لي جمعه عادي باش ترجع جمعه عادي باش ترجع جمعه عادي باش ترجع، وانترونور يقول لي باهي توراك باهي توندي لك، معناها زي ما نحى العين علي من بدايه العام يا اخي بالضغط مع الاولاد صاحبي الياس الجلاطي وفهمي بن رمضان والاولاد الكل معناها ضغطوا عليه وقتها رجعوني معناتها سنيور فهمتني، رجعوني سنيور من وقتها اخوي اسلام في بدايه الجمعه الاولى بعد معناتها اللي هو في الكلاس كان الكوت في المجموعه في الجروب كان الكوت همه كان الكوت معناتها فهمتني، فهمتش علاش واني ثقتوا فيا الاولاد على خاطر كيف راجع من السبورت فهمتني، يقولوا لي اسكت تحمل اسكت تحمل يا كوت باهي باهي، بعد ما مشينا وقتها كما قلت لك جت من اللي والرتور قلت باش نخرج انا سيء ما عادش عندي بلاصه اخوي اسلام فهمتني، واحد يا اخي تغير معي 360 درجه قال لي انت في الكادر وباش نحطك في الكادر سليمان حطي سليمان وبالقردان، بعدها هنا جت ماتش الافريقي اللي ربحنا فيه انا زيرو ماركا فامي برمضان وقتها انا كان تفكر جت الكورونا وقفنا كنت باش نروح ليبيا قال لا ما فماش مرواح واللي بيروح ماهوش باش ياخذ شهريته ودنيا قعدت قعدت رجعنا لونترونمون يا اخوي اسلام مش عارف كل حاجه كود كل حاجه الكود كل حاجه الكود ما فهمتش يا اخي انا وصلت نجري انا وصاحبي توصلت مع بعض نضحك قال لي تعالى لنا انت تضحك وتحكي برشا برا جري وحدك غادي قلت له مريقل قال لي لا وحدك في الفارغ هذاك كيما الكلب فهمتني انا شديت ما شديت روحي قلت له تعالاش لفت معناها كلمه الكلب قال لي حاط رجل على رجل كيما تو وقال لي لا برجل وحدك الكلب يا برا اخرج حيت الكربوني بتاعي وخرجت وبدات في
كلمة بكلمة. أنا قال لي برا أقول لي بوك وباش نفسخ لك السياح من خطل، وأنا نحب نفسخ وبدأ كلمة بكلمة معه فهمتني. بعد ما كلمني حد كويس لا قعدت الوتيلة كيف لشهرية، حتى شهرية قبل ما تقبلوش معناته خمسة شهري راهو معناته مثال قعدت من غير فلوس معناته أنا ما مسلفنيش وقتها فاهم يقاتل بارك الله فيه ومجدي مصراتي وليت جلاتي راه كان عندي قعدت يعني ولا فرنك فهمتني. فهمتك اي. بعدها كلموني وقتها ثاني يوم العيد قالوا لي راك باش تفسخ معناته. قلت لهم منفسخ لين تعطوني فلوسي، كان هذا هنا بيناتنا معناته فيفا ولا حاجه. بعدين خممتها في راسي انا نجي اساعد اخوي اسلام معناته جمهور بالسير شاطريه ما عنديش معاهم مشكله فهمتنا حبوني ونحبهم وقفوا معي وريت منهم كان الخير فهمتني. قلت يا اعطوني وقت 3 ملايين ولا 4 ملايين شيخ وفسخت على روحي فهمتني. اما قبلها يا اخوي اسلام فضل شي يحكي معناه باش نخرجك من الوتيل وباش تخرج من الوتيل فهمتني. لا ما يتقالش معناته انت باش تخرج باش نخرجك ويحكي الاولاد في الرينيو باش نخرجهم من الوتيل خرجتهم من الوتيل واني نكر لا ما يتقالش الجواب. شنو يحكي يتقال لك عينك زرق ولا شنو؟ اي وقتها راكشين معناته جروب كامل على سوا قاعدين كيما تو صار ثاني معناته حاط يدي على العامري كيما تو ثاني انت عيونك زي معناته عيونك زرق معناته تزحنت معناته من طول لطول فهمتني؟ فهمت. ما كلام ما يتقالش. انا قلت له كيف واحد يا اخي طفي الضوء كل كلمه برشا برشا مرات يقول لي في كلام خايب مش مره ولا اثنين ديما الكود نعمل حاجه خايبه يبدا وانا الوقت يا عم الوقت اللي رديتك فيه سنيور وكلام معناته ما يتقالش فهمتني. فهمت. بعدها انا وقت زي ما قلت لك وقت باش نفسخ كلموني قلت لهم نفسخ خرجوا من الاوتيل ودنيا وكلام معناته علاش خرجوا من الاوتيل ومش نسكن في برا عندي ونص قلت له يا اخوي فسخ لي ناخذ ورقتي منها تو نخرج من معاش تراوجي واني معناتها خرجت ودنيا لا من حي كيما يقولوا لا باش الكوت ما يدي الكوت لا حي رسم ولا جاي راه انا الحمد لله فسخت منها النجم معناتها في جمعيه نلعب اني نعرف روحي ما عندي ثقه في روحي فهمتني. واني الحاجه هذه غصه قلت لي من اني حلفت اني وقتها قلت باش نفسخ ولا حاجه باش نخرج من يقولوا الكلام هذا لان قعدت غصه لان طلبت برشا يوصل انترونور يقول لك تترنى بالباهي باش تقعد روم بلاصو كان ما تتراناش باش تخرج من 18 الوقت هذا اني منصوب ما عنديش نيه في الانترمون ترانا ما نقدرش نعرف روحي باش نعملها. يجيك يا اخوي اسلام انترونور يقول لك ترانا بالباهي باش تقعد روم بلاصو كان ما تتراناش باش تقعد من 18 يجيك نورمالمون انت ماش عندك حق معناتها ماش عندك حتى زي ما نقولوا عندك نيه تترانا ولا باش تترانا باش تقلع بلاصتك فهمتني كويس. لا واضح على كل تفضلت اليوم مشكلة خذيت مستحقاتك مع الاتحاد وكل شيء واضح. خذيت نهار الجمعة أخوي إسلام خذيت أعطوني الشيك معناته أنا ما عنديش مشكلة مع السي أحمد لا مع السي أمير لا مع الاتحاد المنستيري معناته يعطوني الاتحاد المنستيري عامل لك عدته تعرف أخوي إسلام هو ديجا مهدي باش خاطر اتصلنا بتلقي صيادي ندخل رسمي باسم الاتحاد حابين يتدخل يكون موجود معنا اليوم في التليفون لكن اعتذر ما حبش يجاوب على الكلام اللي قلته وانت وكيف كيف قال ملاعب يبقى نحترمه في المستير واخذ مستحقاته بالكامل وكما دام التعديه مريو الاتحاد من المستير يبقى ولدنا وما نحبوش ندخلوا حتى في المتاهات هذه معناها. هي اخوي اسلام انا ما عنديش مشاكل مع طارق في دكتور وعد نحبه في المشرفين لان وقت اني كورت عم ناول قلت له قول لي ديما قيمة فيا راك يا مادي كواجي راك باش تعمل حاجه فهمتني واني عم ناول معناتها في المستير معناتها كورت يعني كورت 13 ماتش مع تيلات عدريلي اللي نشكره فهمتني هو اللي يامن بيا ولعبني معناها واعطاني الثقه. هذا سبحان الله تغير كل شيء 360 درجه هذاك علاش انا ما حبيتش نقعد معناتها الواحد يخرج قاعد صغير يخرج يشوف الدنيا يكور فهمتني. واضح. فما عروض تونسيه عندك اليوم مهدي؟ والله خويا معناتها تو ما فماش حاجه معناتها نقولوا سيريو اما فما برشا كلام فهمتني. فما بدا شويه مس هكا من جمعيات نقولوا توانسه شو سمينا كيف فما جمعيات بديت مع اليوم في كلام؟ والله فما استاذ تونسيا وفما هلال الشاب اكثر ضيوف. واضح. شكرا لك مهدي يعطيك الصحه وبالتوفيق ان شاء الله ليك في بقيه مشوارك الكروي. كان معنا اللاعب اللي بسابق الاتحاد المنستيري مهدي الكوتا. موزيكا ثم راجعين في اخر جزء من حسن.